ثلاثة أعوام مضت على انطلاقة برنامج سكيل الذي تأسس وتطور تحت مظلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومركز الأعمال والمؤسسات السوري، والذي بدأ عمله كأول برنامج تطوير أوروبي تم تنفيذه في سوريا بعد توقيع اتفاقية برشلونة باسم مركز الأعمال السوري الأوروبي بين عامين 1996 و2006. حصل مركز الأعمال والمؤسسات السوري على أعلى درجات تقييم والنجاح بالمعايير الأوروبية للعديد من المشاريع اعتمادا على أيدين وطنية، حيث يعتبر اليوم مؤسسة رائدة في دعم الاقتصاد السوري، تقوم بدورها كوكالة لتنفيذ المشاريع التي تهدف إلى تطوير القطاع الخاص في سوريا ومساعدة سوريا على دخول اقتصاد السوق بنجاح. وعبر مركزه الرئيسي في دمشق وفرعه في حلب وحاضنتي الأعمال في دمشق وحلب ومركز التدريب المتطور، يقوم مركز الأعمال بتنفيذ عدد من البرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي، كان أولها برنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة SSD، ثم برنامج تطوير التجارة وبرنامج تخطيط بيئة الأعمال، كما يستضيف ويقدم الدعم لبرامج أخرى منها برنامج الجودة والمرصد الوطني للتنافسية. ويستعد المركز اليوم لإطلاق مشروع مؤسسة ضمان مخاطر القروض ومشروع بيت الشركات الذي سيساعد على تسريع إجراءات تسجيل الشركات في سوريا. يتعاون مركز الأعمال والمؤسسات السوري مع العديد من المؤسسات العالمية الرائدة لإقامة مشاريعه وضمان جودة تنفيذها، منها الاتحاد الأوروبي، البنك الدولي، المنتدى الاقتصادي العالمي، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وكالة التنمية الألمانية، منظمة الأمم المتحدة لتطوير الصناعة، مركز التجارة العالمي، منظمة التدريب الأوروبية. وإيمانا من مركز الأعمال والمؤسسات السوري بأهمية التدريب في تطوير بيئة الأعمال في سوريا، فقد أحدث قسما خاصا بالتدريب بهدف تقديم دورات تدريبية متطورة وفقا للمعايير الأوروبية الحديثة على يد مدربين محليين وإقليميين ودوليين من الصف الأول. إن الخبرات والأنشطة التي نفذها المركز على مدى 14 عاما تم استثمارها في مشروع سكيل الذي أحدث بالتعاون والتشارك بين مركز الأعمال والمؤسسات السوري والاتحاد الأوروبي، ممثلا ببرنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنظمة التدريب الأوروبية. The skills program is a part which we are very happy and pleased with, that we have been involved in the whole development process of skills and the whole initial start of skills. The key point in skills was, and the reason for it was developed at the beginning was really because of the SBC's many, many years of experience and work with the private sector. So SBC knew all the basic needs of the enterprises in Syria. And at the same time, they were very much aware of the economic situation in Syria, where it's very, very important to get more and more people employed. So combining these things, then SSP, which is the SBC support program, came in and was so happy or pleased, I can say, that we were involved in the setting up and funding of the whole system. اكتشف المواهب هو برنامج سكيلز الأول الذي انطلق من حاجة سوق العمالة في سوريا لخبرات شابة ومدربة تدريبا احترافيا. فعلى الرغم من ارتفاع أعداد الخريجين الجامعيين في سوريا سنويا، إلا أن فرص العمل ما تزال محدودة أمامهم لقلة معارفهم العملية، فضلا عن وجود الآلاف من الشباب المسكون بالطموح إلا أنه لم يحظى بفرصة التعليم العالي. نحن بسوريا في عنا نقص وعندنا حاجة لشيء اسمه علم، والعلم هذا بحر والبحر ما في تحصيل. لذلك أنا أقول أي برنامج تعليمي تثقيف فيه سواء كان نظري أو عملي يفيد الطالب اللي ما بينقص العلم. ويمكن إذا بدي أنا أحكي عن سكيلز وافتخر فيه أقول على أنه خليني أبدأ بالطلاب نفسهم. أولا الطلاب شعروا على أنه مهنة عادين مشان يدخلوا البرنامج عادي،
مجرد شهادة بدهم ياخذوها، لكن هن شعروا انه هالبرنامج هذا عم ياخذوه ما هو متاح، ولكن هو بدهم يتسابقوا حتى يحصلوا عليه. لكن لما بشوف انه البرنامج كان غني باساتذته، بمحاضراته، بمواضيعه، بمزجه ما بين حاجة الطالب الى علم نظري وخبرة عملية يستفيد منها مباشرة بعد ما يتخرج منها. من هنا كانت ولادة سكيلز بهدف استكشاف خامات واعدة في الشباب السوري تهدف إلى تطوير الذات، ومن ثم تطوير هذه النخبة عن طريق رتفها بمعلومات كثيفة ومتطورة. على المستوى الشخصي تطوير قدر حياتي استفاد منك كشباب. أتوقع أطور شخصيتي يعني أتوقع كمان مجالس يفتحي مجالات أكبر الجامعة. لا يعتمد أسلوب التدريس في سكيلز على طريقة الإلقاء التقليدية، بل يتبنى أسلوب ورشات العمل وتمارين دراسة الحالات الجماعية والعملية، والتي تضم 31 موضوعا مختلفا في علوم إدارة الأعمال، بالإضافة إلى دورات متخصصة في اللغة الإنجليزية والمهارات الاحترافية لاستخدام تقنيات الكمبيوتر. كنا نطلع الباخرة وكنا بدنا نجدد، ما بكفي، كله بده يرفع مجدافه سوا، وكله بده ينزله سوا، وكله بده يحركه سوا. تم تخريج الدفعة الأولى من برنامج اكتشف المواهب سكيلز في حزيران 2008 بدفعة تجريبية ضمت 24 طالبا وطالبة في دمشق، ولتتوسع التجربة في العام التالي وتشمل تخريج 44 طالبا وطالبة في دمشق و21 طالبا وطالبة في حلب. إذا كان التغير والتطور في شخصية الجميع بالشكل الذي شهدته أنا كأب في تطور والتغير في شخصية بنتي، فأنا واثق أن مستقبل هذا البلد واقتصاد هذا البلد أصبح يقف على أرضية صلبة. أصبحت أنا شخصيا كمسؤول وكأب أكثر ثقة بعشرات المرات اليوم بصحة ما نقوم به من إصلاح، بصحة ما نقوم به من انفتاح وتحرير ومنافسة، لأن بهذا الجيل نحن نستطيع أن ننافس، بهذه المهارات نحن نستطيع أن ننافس، بهؤلاء الشباب والشابات نحن نستطيع أن ننافس، هذه هي سوريا. ومع نجاح التجربة شهد العام 2009-2010 إقبالا هائلا على التسجيل في البرنامج، لتشمل الدفعة الثالثة 96 طالبا وطالبة في دمشق و80 طالبا وطالبة في حلب.